السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم كريم عبد الله شاطير، مدير المركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء الكبرى، مدير النيابة للمركز الجهوي للاستثمار. إذا في إطار اللقاء ديالكم اليوم في قاعة الاجتماعات بعمالة المحمدية، هذا الاجتماع كينعقد وكيتجلب كيندارج في واحد المخطط العمل ديال المركز الجهوي للاستثمار اللي مع مجموعه من الشركاء اللي هما الوكاله الوطنيه لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطه، الصندوق المركزي للضمان، لافينيا، المغرب للتصدير. وهذا الهدف منه هو تقريب العروض اللي كتطرحها المؤسسات العموميه في سبيل مواكبه دعم وتمويل المؤسسات الاقتصاديه والفاعلين الاقتصاديين بالمنطقه ديال جهه الدار البيضاء الكبرى. وهذا الاجتماع هذا كيخص من عمالة المحمديه. وهذا الهدف من هذا الملتقى هذا هو هدفين، الاولاني كما سبق لي وذكرت هو تقريب ديال هذه العروض في المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ديال منطقة ديال العمالة المحمدية. والهدف الثاني هو دراسة ولا إعطاء إمكانية لهاد الفاعلين أنهم يتحاوروا مع هاد الممثلين ديال هاد الشركاء في إطار الخصوصية ديال الشركات اللي عندهم والإمكانية الاستفادة وشروط الاستفادة وولوج لهاد العروض اللي كطرحها هاد المؤسسات العمومية. كلمة للمعنيين بهذا اللقاء اليوم. الكلمة هو طلب أكثر من كلمة، هو طلب من هذ الفاعلين هذا أنهم يستغلوا الفرصة ديال التواجد ديال الشركاء ويطرحوا جميع الأسئلة اللي كتبادر للدين ديالهم باش حتى يمكن ديال من الاستفادة من هذ العروض. وهي سبق لي ذكرت أنها عروض ديال مؤسسات عمومية يعني تابعة الدولة في إطار صناديق وفي إطار العروض لدعم ودعم. والهدف من هذا الشيء كله هو دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية وإنعاش دينامية الفاعلين الاقتصاديين في جهة الدار البيضاء الكبرى، كما تعرفوا هي قاطرة الاقتصاد الوطني. إذن أشني ربما الإكراهات اللي كتواجهكم أنتم في المجلس تجاه المستفيدين من العملية؟ لا، هو ماشي هي إكراهات، هي كما سبق لي وذكرت أن التحدي الأكبر هو أن هذه العروض يمكن توصل للمستفيدين. يعني عبر ما سميتو الدورات بحال هادو، دورات تواصليه حتى يتمكن ان كل فاعل اقتصادي وناشط اقتصادي انه يوجد راسه في هذه العروض وانه يقدر يستافد منه. اذا شكرا. العفو.